العرض النهاردة مش للبيع، العرض للفرجة للي عاوز زي كده. احنا بنعرض تصميم النهاردة، النهاردة بنعرض تصميم في جبانة علي ودي الهوى، بنعرض دورية مصممة فيها فسجتين وفيها دواوين وفيها مناظر طبيعية وفيها أشجار وفيها مزاير على الشارع من برا، مزاير زي ما انتوا شايفين مزاير اهي، اهل مزاير اللي عايز زي كده يا حبايب انا تحت امره ان شاء الله بنعمل ان شاء الله، ولو عايز نفس التصميم بعمله لك، عايز تصميم اجمل من كده انا بعمل لك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي عايز يا حبايب يعمل فزقية زي دي ويعمل دورية بالجمال والروعة دي انا تحت امره. انت معانا في الجبل في منتزه، ان شاء الله مكانك معانا في الجنة ان شاء الله، وبإذن الله نومتك معانا في الجنة. فزقية يا حبايب حاجة عظمة، شايفين الجمال يا حبايب والروعة، فزقية حاجة تبارك الله. اللي نفسه في فزقية زي دي معانا الأرض ومعانا المكان، وبنعملها له وبنشجرها له وبنعمل له الدواوين والجمال والروعة زي ما انتوا شايفين يا حبايب. شفتوا الجمال والروعة يا حبايب؟ هذه الفزقية يا حبايب حاجة عظمة على عظمة. الفزقية مش للبيع يا حبايب، ربنا يبارك لأصحابها. اللهم صل على سيدنا محمد. وادي الواجهة الثانية يا حبايب، هذه الواجهة الثانية، صورنا لكم جميع الواجهات يا حبايب. اللي نفسه يعمل دورية ويعمل فيها فزقية على نصيتين على وجهتين حلوين زي ما انتم شايفين كده انا تحت امره، ان شاء الله بنطلعها لك اجمل من كده. شايفين الجمال يا حبايب؟ شايفين؟ والله ما عايزه كلام، والله نومتك معانا منتزه، حتنام في منتزه، والله والله العظيم حتنام معانا في منتزه، نومتك في منتزه ان شاء الله. شايفين الجمال والروعه؟ دي دوريه يا اخواننا في جبانة الشيخ علي ودي الهوى، جبانة اسنه، ربنا يبارك لاصحابها يا رب، ربنا يبارك لاصحابها يا رب. شايفين الجمال يا حبايب؟ شايفين الروعة؟ والله العظيم دوريد بشوات، دوريد بهوات، دورية أصحابها عمد، ربنا يبارك لهم فيها والله. دورية أقسم بالله أصحابها عمد، عمد ومشايخ البلاد أصحابها، الله يسهل لهم. حاجة تبارك الله، بالصلاة على حضرة النبي يا حبايب. شايفين يا حبايب؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله يسهل أصحابها يا رب. أقسم بالله يا أخواننا صحابها ناس من أجمل الناس عندنا في البلد، صرفين عليهم مكلفين يا حبايب. أنا صورتها لكم من جميع الجهات علشان غير ولا تحسد، علشان اللي عايز يعمل زيها أنا تحت أمره. اللي عايز يعمل دورية في الجبل بالجمال والروعة دي أنا تحت أمره. ده شكل الفزقية من جوا، شفتوا الجمال؟ شفتوا الروعة؟ منتزه، منتزه، أقسم بالله منتزه، تحس نفسك قاعد في الجنة، سيب الدنيا وتجي تقعد هنا من جمال وحلاوة الجبل. دورية معمول فيها فزقتين بمنتهى الروعة والجمال، الله يسهل أصحابها، بس بما يرضي ربنا أصحابها مكلفين عليها وصرفين. إن شاء الله مكانك معانا منتزه في الجنة، أنت بتحجز منتزه في الجنة معانا.